اهلا وسهلا اعزائي متابعي موقع جريده النهار المصريه، اسعد الله مساءكم بكل خير. معكم النهارده شو الخياط من داخل محافظه القليوبيه بتغطيه جديده، وهي تغطيه ماساويه يعيشها سعد وهاجر النهارده معانا. يعني التجربه بتاعتهم تجربه اليمه بكل معاني الكلمه، مفيش اي اب وام هيستحملوها. احنا النهارده معانا سعد ومعانا زوجته هاجر عشان يحكوا لنا اكتر عن تفاصيل الواقعه اللي هم حدثت معاهم. هم محرومين من بنتهم بقالهم 6 سنين، حتى مش عارفين يشوفوها. ازيك يا سعد؟ عرفنا يا سعد ايه اللي حصل. حضرتك انا كنت شاب صغير كان عندي 16 17 سنه، وكانت مراتي خطيبتي كان عندها 14. كنتوا مخطوبين؟ اه 15 سنه. فكان في مشاكل بين العيلتين، فحصل بينا علاقة وانجبنا نتج فيها. عنها طفلة. سلمناها في الدار دار حجازي في شبرا. فبعد ان انا حضرتك من بعد ما انا سلمتها بشهر وانا بجري فيها لغاية وقتنا هذا لغاية النهاردة بقالي 6 سنين و3 اشهر. بعد ما سلمتوا البنت انت حسيت بالذنب وتأنيب الضمير انت وزوجتك؟ اهلي عرفوا اه، ومش ما سبناهاش، بس كنا يعني قعدنا الشهر اللي مات اخترت عمي رحت لك من في فترة الجواز. انا اتجوزت ايه؟ خطيبتي. تمام. من بعدها حضرتك والله من ساعتها من الشهر اللي انا سلمتها فيه وانا بجي فاهم معاك الواقع عظيم. من 2017 يعني انت مثلا كده بقالك 6 سنين؟ بقالي 6 سنين و3 اشهر النهارده يا استاذ. تمام. ربنا والله هي غلطه، بس مش هي تدفع الثمن. يعني لو اللي هيدفع الثمن يبقى انا اللي ادفع الثمن مش كلنا. مش مع يعني مفيش حد معصوم من الخطا، كلنا خطائين. انت زي ما انت غلطت او مشيت مثلا في طريق غلط وصححته، ده يكفي ان انت ما كملتش. في غيرك بيرمي عياله وما بيسالش عليهم. انت بس سبتها شهر واحد اكيد. شهر والله من الشهر يعني ما فيش. كان 20 يوم كنت متجوز ان انا بجد في الورق اللي انا جايبها رسمي من الدار ما حلوش معايا. كان في موظفه هناك يعني كان تعرف المحامي اللي خدها ويا سلمتها له، كانت كل ما يروح ان انا حتى لو هتبناها من الدار كانتش راضيه، كانت تبعدني عن الموضوع، تقول لي انت هتحبس، انت هيحصل فيك 1 2 3. اسمها فاطمه العيوني حضرتك، وظيفه الدار المديره بتاعت الدار. رحت لمديريه التضامن ما خدتش حل ولا برضه. عشان نوضح برضه ان انت مشكلتك، انت دلوقتي غلطت غلطه حطيتوا بنتكوا في دار. تمام. والدار دي اسره تبنت البنت دي. تمام. ومن يوميها بقى انت بقالك 6 سنين بتحاول مع الاسره سواء قانوني سواء ودي سواء بكل الاحوال. حضرتك اخر مره رحت له حط الجزمه في وشه وقال لي لو جيت هنا تاني هعمل وهصور فيك. نزلت من عنده انا كنت رايح ان انا احل ودي معاه، يعني حتى لو ان انا هشوفها بس وهي عنده. رحت حضرتك انا نازل من البيت انا ووالدي، وديت لقيت في ناس قاعده مستنيه تحت ان هي كانت مسكينه او بتضربنا. ما رحتش تاني حضرتك. فانا بناشد اي مسؤول اي حد لله مش ليا انا ان هو يجيبها لي بالسلامه لله. انت نفسك تشوفها؟ تبقى قبل اللايف بتقول لي نفسي اشوفها لو مره واحده. لو مره واحده حضرتك. انا من ساعه ما سلمتها وانا قاعد بكتب في بتكتب لها كل يوم. والله يعلم ربنا انا قلبي محروق عليها. والله انا مش بقول ان هو يعني انسان سيء، هو يشكر وعلى دماغي وبيشبشبه على دماغي، بس يعني هي ولا باسمي ولا باسمه هو مستفاد ايه. طب رد فعله ايه كانت عليك لما رحت له وقلت له انا عايز اشوفها عايزه؟ حضرتك البنت خبطت على الباب واحنا قاعدين، قفل عليا بالمفتاح ان انا ما اخرجش. قفل عليا بالمفتاح ان انا ما اخرجش حتى اشوف البنت وهي بتخبط على الباب. فانا بناشد اي مسؤول لله مش ليا اللي يرجعني للسلامه. انت عندك اطفال تانيين؟ عندي اطفال. انا اتمنى ان هي تعيش وسط اخواتها حضرتك. بدل ما هي ليها اسم والاب والام. وناشد سياده الرئيس يعني غدني لله. واللي انت شايفاه حضرتك انا والله يعلم يعني ربنا قلبه وجعني عليه. لا طبعا اللي انت فيه ده ماساه بمعنى الكلمه. يعني انا ما ساكت ولا عارف ولا اشوف شغلي ولا نام ولا اعيش ولا اعيش حياه طبيعيه حضرتك. هاجر كلمينا عن الواقعه. الواقع احنا عايشين مش قادره اقول لك، احنا مش عارفين نعيش اصلا، مش عارفين نعيش. نتمنى نشوفها حتى لو مره واحده بس، انما دوت ولا مره حتى عايز يورانا. بدل المره رحنا كذا مره مفيش خالص، ولا محكمه راضي. انت لما روحتي سلمتيها للدار انت ندمتي؟ انا ما سلمتهاش.
هو لما سعد خدها هو اللي سلمها، انا ما سلمتهاش. يا ريتني ما كانش ما عرضتهوش. ولا انت كنت خايفه وانت صغيره وخايفه تتفتحي؟ كنت 14 سنه، كنت صغيره ما كنتش فاهم حاجه ولا كنت عارفه حاجه. فاحنا من ندمانين على اللي احنا عملناه، ومش احنا اول حد يغلط الغلط ان احنا نعمله ان احنا نسيبها. فاحنا عمرنا ما هنسيبها، ما ينفعش ان احنا نسيبها. طب بتطلبي بايه هو؟ اطلب ان انا اشوف بنتي مره واحده، اتمنى لو فعل خير بس اخدها في حضني مره واحده، بس اشوفها مره واحده. ما شفتهاش من ولا مره. بس ان انا اشوفها مره وما رضيش يخليني اشوفها مره واحده، وانا عمري في حياتي ما اترجيتي يا هاجر. اترجيت، حط الجزمه في وشنا، طلبنا ان احنا نشوفها لو مره واحده، وبقينا نقعد تحت البيت عشان نشوفها، ومنع، وبقى يشوفنا في الكاميرات ومنع. منع ينزل البنت اصلا لغايه ما نقل من المكان اللي هو فيه، وبرده عرفناه ومنع برده ان احنا نشوفها. واحنا حضرتك انا مش هنسيبها، مش هنسيبها. هي بنتك، ما ينفعش تسيبها. غريب عن غريب، انا مش هنسيبها. لو على موت حضرتك انا مش هنسيبها. لله لله يا سياده الرئيس، غيتني لله. انا ابنك وغيتني، غلطه وندمان عليها، ومش يعني بلاش ان هي تدفع الثمن. ابوس ايدك يا سياده الرئيس، لله مش ليا. طبعا انتوا في واقعة مأساوية بكل ما تحمله الكلمة. يعني انتوا بقالكوا ست سنين حتى. ست سنين وثلاث اشهر حضرتك. انت حاسبهم. ست سنين وثلاث اشهر. ولا عارف تشتغل، ولا عارف تاكل، ولا عارف تنام. حياة طبيعية اساسا. والله ولا عارف اعيش حياة طبيعية. انت شفتها قبل كده وهي ماشية في الشارع في ايده؟ شفتها. وعبال ما لفيت ورجعت جري عشان تشوفها كانت مشيت. طب كنت هتعمل يعني انت كنت راجع تجري بناء يعني كان ايه اللي يحصل؟ مش عارف ساعتها، بس انا كان همي كله ان انا الف والحقه، ما لحقتوش. انا اتمنى ان انا اخدها بس في حضني كده واشوفها بس. احنا النهارده معانا المحامي بتاع القضيه. ازي حضرتك؟ ازيك يا دكتور؟ عرفنا بنفسك. معاك الاستاذ عمر عيد. كلمنا اكتر عن الواقعه دي يا استاذ عمر. هي الواقعه دي جت للمكتب من حوالي شهر ونص. واول ما طرحت عليا لقيت ان الزوج والزوجه بداوا فعلا من شهر ابتدوا يسلكوا طريق المحكمه، وبالفعل رفعوا دعوى قدام المحكمه. كان من قبل كده كانوا هم ماشيينها ودي وبيروحوا له كل شويه وعايزين الصلح وعايزين البنت ترجع في هدوء. تمام. وحاولوا بشكل او باخر، راحوا للاستاذ زميل اللي هو الاستاذ المرحومي اللي عنده الطفله، ولتبنى الطفله مشكورا ورعاها فعلا. لكن للاسف هم يعني كان رد فعله وحش جدا. هو أصلاً. هو عمل خير بس يشكر. المفروض هو يشكر كان علي. يعمل يكمل الخير ده ان هي يرجعها لامها وابوها. هو يشكر عليه، ولحد النهارده الناس عندها استعداد يعني تشيله على دماغه من فوق وتبوس ايديه وتبوس رجليه في سبيل ان البنت ترجع لاهلها. واذا كان هم خلطوا خطا، حتى غلط بسيط او حتى غلط كبير، هم ندموا عليه. ست سنين ندموا عليه، مفيش حد ما بيغلطش. النهارده المحكمه يا فندم، ست سنين احنا مع المحكمه، واحنا مع المحكمه لحد اخر لحظه، ما عندناش سبيل غير كده. المحكمة طلبته ثلاث مرات ليه؟ أكتر من مرة، وطلب حضور ليه، وما جاش. وطلب البنت على الطب الشرعي لتحليل دي ان ايه؟ مفيش كلام خالص. لم يمتثل المحكمة الأستاذ الزميل، وللأسف المحكمة قبلت الدعوة للرفض، والزوج والزوجة نبهوا الأستاذ الزميل محامي آخر رفع دعوة استئناف، والاستئناف لسه متداول لحد اللحظة. لكن يا فندم الأمر يعني احنا بعيد عن المحكمة، احنا بنناشد كل سنة مسؤولين يعني يقفوا يتعاطفوا مع الزوج والزوجه، لان في طفله بعيد عن اهلها وفي طفله بعيد عن امها. طفله كل يوم بتكبر ومش عارفه ولا امها ولا ابوها، ولا عارفه ان هي ليها اخوات، ولا عارفه ان هي ليها حياه ثانيه اصلا. طبعا ده سبيل وحيد، وهو اب برضه الاستاذ زميل. مهما كان اب مش هيجي زي امها وابوها. لا طبعا. وهو يشكر على كل مجهود وعلى كل ساعه هو يعني رعاها فيها وكانت في كنفه. ولحد اللحظه دي الاسره بالكامل عندها استعداد تاخد من اصغر كبير فيها، من اصغر واحد فيها، الاكبر واحد فيها، لحد باب بيته، بتعتذر له وتشكره على اللي هو عمله، بس في سبيل حاجه واحده حتى، يعني يشوفوا البنت ويطمنوا عليها ويرعوها حتى لو من بعيد، بس البنت تعرف ان ليها. حضرتك تواصلت معاه؟ لا للاسف لا، بس انا حاولت بشكل او اخر ابعت لزميل اخر ليا وسيط ما بيننا. رفض. وكان يعني الرد ما كانش بالقبول، وكان رفض، وكان للاسف يعني رفض حتى المعارضه الشخصيه، ده كان رد الزميل المحامي ليا. لكن انا برضو من واقع اللايف دوت بناشد وبستاذنه، بيحاول بشكل او باخر يتواصل معايا، واكيد هو عارفني
لما يشوف اللايف دوت، وانا على سبيل تاني ان انا اروح لحد عنده انا والاسره ونأكد يراجع نفسه عشان ربنا وعشان الاخره بس، واحنا لحد اللحظه دي معاه عشان البنت اللي بيربيها قلبا وقالبا. اياك ان تتصور الست يعني جدتها بتيجي كل يوم المكتب، قمه البكاء وقمه يعني الحاله الهستيريه اللي هي فيها، لان هم فعلا بقالهم 6 سنين ما وصلوش لسوق المعينه ولا طريق معين. وللاسف احنا برضو مع المحكمه، ولحد اخر لحظه احنا مع المحكمه، واحنا مش هنسيب المحكمه وهنقدر نطلع طريق بره. يمكن لما لقوا طريق اللايف دوت كان اخر طريق ليه احنا ممكن نرجع، ان خلاص البنت بتبقى قدامهم وهتعرف مين الاسره اللي هي بتراعيها. هي دلوقتي برضو ولا منسوبه للمحامي كاسم ولا منسوبه لباباها اللي هو باباها الاساس، يعني هي عايشه باسم مستعار، اسم مستعار. فدي اصلا لوحدها قصه يعني كارثه كبيره، ان الاب عارف بنته فين، يعني عارف بنته من اول شهر راحت فين. هي دي الكارثه. وانا مش من اول شهر هو بيحاول ومش عارف اوصل لها ومش عارف اجيبها ولا عارف اشوفها. يعني ادينا فرصه ان احنا نشوفها، خليها عندك يا استاذ الفاضل، واحنا نراعيها واحنا يا فندم نطمن عليها. وكفايه جدا هي قاعده في اسره كريمه واسره محترمه، احنا ما بنقولش لا، انت على دماغنا من فوق وانت اخ فاضل لينا، بس يعني اديهم فرصه يشوفوها حتى لو مره واحده في الاسبوع لحد ما البنت تكبر وتختار، حتى على الاقل تختار الاسره اللي معاها. سيب لها فرصه الاختيار خالص خالص، تختار الاسره اللي رعيتها ولا الاسره اللي هي يعني كانت قصتها حقيقيه. النهارده الناس اللي بتندم ندم شديد جدا على فعل كان فعل طايش، فعل لا يحاسب عليه جنائيا ومدنيا، لكن احنا بنقول هم نجموا وصححوا اخطائهم وعدلوا من شانهم، وابتدى التعديل ده فعل نتج عنه عن الزيجه دي اطفال ثانيه. فالاب نفسه البنت ترجع لاخواتها ويعيشوا مع بعض. واحنا داخلين على يوم مفترض ايام رمضان، وكام رمضان عدى عليهم وهم البنت مش موجوده. تصوري مع حضرتك الندم الشديد، هي احلى ايام حياتها اصلا المفروض تعيشها مع ابوها وامها، هو حارم حارم البنت كطفله تعيش الطفوله دي مع اهلها. طبعا طبعا طبعا. وانا حاولت بشكل او باخر استغثت بشرطه نبذة الطفل، واتصلت بجهات معينيه كتير، واتصلت بالدار اللي هي كانت فيه ما كانت فيها، قالوا احنا مالناش دعوه، احنا مع المحكمه، لما تجيب لنا قرار ان البنت تسلم لاهلها الحقيقيين احنا مع حضرتك، غير كده مالناش علاقه، هي انت والمحكمه وطريقك والاسره هي حره في تصرفاتها. تمام. لكن انا بستاذن حضرتك من اللايف دوت، وبناشد كل الساده المسؤولين، وبناشد اول واحد استاذ زميل المحامي اللي عنده الطفله واللي متبنيها. انا بشكرك عن سعد صدري، وبشكرك عن يعني عن كل مجهود وكل لحظه انت قضيتها مع البنت. ويا ريت ترجع لرشدك، ويا ريت حضرتك ترجع لعقلك، ويا ريت حضرتك تناشد قلبك ان في ام تانية. هي لو بنته مكان الموقف ده هو ما يعني طبعا مش هيسمح لبنته تكون مع بيت حد تاني. قلبك ان في ام تانية وفي اب تاني برضه قلبهم محروق على بنتهم، ما بيناموش والله العظيم ما بيناموش. وفعلا الناس دي فعلا ندمت كل الندم، وعندها استعداد تام حد اخر لحظه مع سعادتك. احنا بايدك دي، ايدك دي وتحت رجليك كمان، مش فوقيك. احنا بنقول لك يا استاذ الفاضل خلف قلبك راح، بس ما اقدرش انا اقول هو زميل محامي واخو فاضل راجل محترم لا اقضي عليه شيئا. احنا مش بنتكلم دلوقتي على زميل، احنا بنتكلم عن شخص احنا ما نعرفوش. برضه هو زميل وانا مقدر مشاعره، هي الفكره كلها بس انا مقدر مشاعره ومقدر مجهوده، لان هو تبناها وهي طفله لسه صغيره لحمه حمراء، وشاف ايام حلوه فيها، وشاف هي بتكبر قدامه. هو الاب اللي بيربي فعلا لكن برضه هي اسرته الحقيقيه اللي موجوده، دي اسره طفله، ومن حقهم ان هم يهتموا بزوجتهم ويضيبوها ويتوصلوا ليها ويرعوها. واحنا النهارده بنقول ان الطفله دي في يوم من الايام هتسال ابوها الحقيقي، انت عملت لي ايه؟ وصلتي معايا لفين؟ سبتيني ليه الفتره دي كلها؟ احنا بنقول لها لا، ما سبتيش من اول شهر وابوك. احنا شفنا اللي باباها كل يوم بيكتب لها، كل يوم الاجنده مليانه. لو حضرتك رجعت لها ده عنده اجندات ثانيه بيه، الاجنده مليانه كتابه بيكتب لبنته كل يوم، كانه على امل ان هي ترجع، كانها موجوده قدامه وبيناشد كل الناس وبيكلمها. يعني حتى صورتها مكبر صورتها وحاططها في البيت، هيعمل اكتر من كده الاب؟ كل الجهات المعنيه راح لها، ما سابش باب الا مخبط عليه. يروح فين يا فندم الكلام ده؟ يروح فين؟ شاب وطاش خلاص. احنا كم بنقابل بحاكم كل يوم، كل يوم كان عندنا جلسات بواقع زي دي، وبيتم الصلح فيها، وبيتم الابن يرجع لرشده، والاسره الزوجه بترجع لرشدها، وبيتم الزيجه، وبناء على الزيجه ديت ان بتنتهي العلاقه، وبتنتهي العلاقه الحاله الجنائيه بالتصالح. لكن احنا النهارده قدام حاله
استثنائيه، حاله فريده من نوعها، في ان الطفل احنا عارفين مكانها فين وعارفين مع مين وراحوا له اكتر من مره. ما كان عليهم ان النهارده يعملوا ايه؟ رحنا له المكتب وراحوا له المكتب والاستاذ سمحوا وترجوه يعمل ايه اكتر من كده الاب؟ يعني ممكن كان ممكن يرمي الطفله ديت وما يسالش عنها والبنت تكبر في الاسره اللي هي رعيتها وخلاص. لكن اب ورجع لرشده وعرف ان الله حق وندم على كل فعل هو عمله، وخلال شهر مش خلال شهر ولا اتنين ولا تلاته ولا سنه ولا كتير. في غيره بيرمي الطفل ده وما بيبقاش عايزه تاني، مع ان في ناس بتسعى لضفر عيل بس. احنا حضرتك بنقابل كتير وفي شغلنا بنقابل اكتر واكتر، لكن كون ان ابن او اب وغير كده وكده هم كانوا اطفال، يعني الواقعه حصلت وهم في سن يعتبر طفل. تمام، لكن يا فندم احنا بنقول اسرتين الحمد لله تكاتفوا وراعوا، والاسرتين الحمد لله عندهم استعداد تام يقاتلوا بشكل رهيب عشان الطفل ترجع لاهلها. خلاص اللي ندم ندم واللي حصل حصل وعفى الله عما سلف، واحنا النهارده بنقول احنا في ايام مفترجه وفي يوم جديد وبنناشد حضرتك بعد اذن سعادتك يا ريت يا ريت تتعامل معانا، يا ريت يا ريت تحس بالام اللي هي ندمت على فعلتها ديت وبنتها النهارده بعيد عنها بقى لها 6 سنين. ان كان في الظلم اكتر من كده فكفايه ظلم ربنا ليهم ان البنت النهارده بقى لها 6 سنين بعيد عنها. تمام، اياك الغضب النهارده. النهارده الاسره دي بالكامل يا فندم بالكامل عندها استعداد تعبانه نفسيا، مش عايز اقول لك محدش بينام محدش بياكل كويس محدش عايش كويس. الزوج والزوجه النهارده حالة مأساوية، ما عندهمش استطاعة ان هم يسيبوا يوم واحد كمان اكتر من كده. فنستأذن حضرتك يا ريت تشوف الله يفضل وتتعاون معانا بشكل او باخر، واحنا من ايدك دي بايدك دي وبنقول لحضرتك من الله يفضل شاكرين جدا على كل مجهود وعلى كل ساعة انت تعبت فيها مع البنت الصغيرة دي وكلفت خاطرك وكلفت من جدك لرعيتها. فاحنا برضه بنقول كل حاجة ولازم ترد لاصلها، كل شيء لازم يرد الاصل النهارده بكره او بعده، او ان حتى لو فضلت هترجع في يوم من الايام هترجع هتسال على اهلها الحقيقيين وهتعرف ان ليها اب شرعي وهتعرف ان ليها ام موجوده وهتسال على امها. ان كان في العمر بقيه ابوها مش هيسيبها، ابوها مش هيسيبها حقيقي. واحنا اسفين يا فندم ازعاج الحضرات، ويا ريت تتعاونوا معانا وعلى قد ما تقدروا نرجع للزوجه ونرجع للاب ان هم فعلا فعلا في حاله ماساويه رهيبه. شكرا لحضرتك. شكرا. احنا عايزينك يا هاجر انت وسعد تقولوا كلمه اخيره قبل ما نختم اللايف. تحبي تقولي ايه يا هاجر؟ بقول لك خلي في قلبك رحمه وخلينا نشوف بنتي لو مره واحده بس مش اكتر. انت كل اللي بتتمنيه تشوفيها مره واحده. اشوفها لو مره واحده واخدها في حضنك. بتقولي يا سعد ليها النهارده؟ طبعا النهارده اشوفها واخد بنتي. بتوجهي لها رساله ايه طيب؟ وحشتيني. وحشتيني وانا ما لحقتش اتهنى يعني ما شبعتش منك بس ما سبناكيش ولا هنسيبك ما سبت يعني ما شبعتش منه حضرتك غلطه بس ما شبعتش ما لحقتش حتى خلاص. بتمنى ان هي ترجع لي حضنك تاني بس، ولو في اي حد يعني يتحاسب في اي حاجه انا اللي اتحاسب مش هي مش هي اللي تدفع. انت فرحتك مكسوره باولادك التانيه مش عارف تفرح بيهم. مش عارف والله ما عارف. ممكن تصوري مع الحمد والله تعالى؟ لا لا لا، زي ما انتم شفتوا اعزائي متابعي موقع جريده النهار المصريه، قصه هاجر وسعد قصه ماساويه، قصه احنا متعاطفين معاهم واحنا مش عارفين نقول لهم غير ان احنا معاكم قلبا وقالبا. بنتمنى لكم بنتكم ترجع في اسرع وقت، بنتمنى ان حياتكم تكون هاديه الفتره الجايه وباذن الله ربنا يرجعها لكم يا رب في اقرب وقت. شكرا اعزائي متابعي موقع جريده النهار المصريه، كانت معكم شروق الخياط من داخل محفظه الاديوبيه.